المنتدى غاز الشرق المتوسط بالنسبة للبحرية المصرية مهمة جديدة للحماية طبعا هو مهمة للتعاون في استقرار الإقليم كله، استقرار المنطقة الشرق الأوسط. طالما كل واحد عارف حدوده وبيحافظ على حقوقه وكل طرف واخد باله أن دي نهاية حدوده، إذن ليس هناك مجال للشك، ليس هناك مجال للشك في حدود مناطقنا الاقتصادية. البحرية المصرية بتقوم بمناورات عديدة، أيضا. إيه أهمية المناورات دي يا فندم؟ طبعا السؤال ده قيم جدا، لكن المناورات دي طبعا جزء من فيها من تبادل خبرات. يعني حضرتك دلوقتي الحمد لله لما تبص للبحرية المصرية، والمعلومات طبعا متاحة للجميع، كل ما لدينا من وحدات هو مطور وأحدث ما موجود في البحريات العالمية، وبالتالي لابد ان احنا نزيد من فرص احتكاكنا في البحريات المختلفة في المصالح المختلفة. ليه؟ ان هم عندنا احنا خبرات هم بياخدوهم، وهم عندهم خبرات احنا بناخدها. القفزه اللي حصلت في القوات البحريه في الاربع سنوات اللي فاتت، قفز تسليح القوات البحريه 35 سنه مره واحده. 35 سنه؟ ازاي يا فندم؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، احنا كنا قبل اربع سنوات كان كل تسليحنا تقريبا يقع في فتره الثمانينيات. احنا النهارده تسليحنا كله او يعني الاغلبيه منه يقع في فتره 2016 و2017 و2018. هذه قفزة 35 سنة. إن القوات البحرية أن تستطيع أن تستوعب هذا السلاح، ويعني أعني باستيعاب السلاح القدرة على استخدامه لأقصى قدراته في فترة وجيزة، ده أمر كان لازم يخلينا نحتك بالمدارس ونعلم خبايا هذه الأسلحة وناخد الخبرات ونعطي الخبرات، وبالتالي كان لأمر مهم جدا أن احنا نشترك في العديد من التدريبات المشتركة والعابرة عشان نقدر أن احنا نقف على أرض صلبة في مكون القتالي بتاعنا الجديد اللي انضمننا فيه القوات البحرية.